كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فقد مضى معنا الكلام عن الخوارج وما كانوا عليه من كساد الرأي وفساد المذهب وضلال المسعى، حتى قال كثير من المفسرين بأنهم المعنيون بقول ربنا جل جلاله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء الخوارج الذين سفكوا دماء المسلمين وأزهقوا أرواحهم قتلوا أهل الإسلام وسلم منهم أهل الأوثان. المرء يعجب حين يرى ما كان عليه القوم من شدة وبأس على المسلمين، حتى عمدوا إلى قتل خيار خلق الله بعد النبيين. قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختنوه على ابنته، من قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وقال فيه لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فكان ذلك الرجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قتلوا عليا وأرادوا أن يقتلوا معاوية وأبا موسى الأشعري وعمر بن العاص رضوان الله عليهم أجمعين، لكن القتل أصاب عليا وحده. وفي الوقت نفسه كانوا أهل عطف وحنان ورقة مع غير المسلمين. تذكر كتب التاريخ أن جماعة من الخوارج لقوا عبد الله بن خباب رضي الله عنه ومعه زوجه وكانت حاملا متما، فقالوا له من أنت؟ قال أنا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأوا يختبرونه، قالوا له ما تقول في علي؟ فكان رضي الله عنه واضح العبارة
صادق اللفظ قال لهم: أقول هو أولى بالله منكم وأعلم بالله منكم وأقرب إلى الله منكم. ها هنا في عرف الخوارج هذا الذي خالفهم رأيهم وجابههم بصريح ما يعتقد قد حل دمه. قالوا له: فاختر قتلة تقتل بها. قال: بل اختاروا لأنفسكم. فأضجعوه رضي الله عنه على شط الفرات وذبحوه كما تذبح الشاة، ثم عمدوا إلى امرأته تلك الحامل فبقروا بطنها، قتلوها وما في بطنها، أفعال لا تشبه أفعال المسلمين، لا يفعلها المسلمون حتى مع الكفار الذين صدوا عن سبيل الله وقاتلوا أولياء الله، لا يفعل المسلمون بهم ذلك. ثم بعدما فعلوا تلك الأفعال الشنيعة الفظيعة مروا على رجل من النصارى عنده نخلة من تمر، فقالوا له: بكم تبيعنا من هذا التمر؟ قال: خذوه بغير ثمن. قالوا: لا والله إلا بالثمن. قال لهم: ولما؟ الرجل يعجب من هؤلاء الذين سفكوا الدماء وما تورعوا عن أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، وهو يخشى بأسهم، عجب من حالهم، لما يصرون على دفع الثمن؟ قالوا له: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بكم خيرا يا أهل الذمة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى خيرا بأهل الذمة، أما أوصاكم بأن تكفوا بأسكم عن المؤمنين، بأن تحقنوا دماءهم، بأن تجتنبوا أعراضهم، بأن تحسنوا الظن بهم، بأن تتواضعوا لهم وهم خير منكم؟ هكذا كان القوم، الفطر منكوسة والبصائر مطموسة والفقه غائب، مع حسن ظن بالنفس وسوء ظن بالناس. أيها المسلمون عباد الله، إن المرأة حين يقلب النظر في سير القوم من الأقدمين والمحدثين يجد أن العلة الكامنة غل سكن قلوبهم والعياذ بالله، غل للمؤمنين والمؤمنات، غل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. مع أن ربنا جل جلاله قد مدح الصحابة الكرام بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، ومدح المجاهدين في سبيله فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الله جل جلاله مدح المؤمنين الطيبين بأنهم يحملون المحبة والعطف والشفقة للمسلمين سابقهم ولاحقهم، أولهم وآخرهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. المؤمن حقا لا يحمل غلا للصحابة ولا للتابعين ولا لعلماء الأمة، لا السابقين ولا اللاحقين، ولا يحمل غلا لعموم المؤمنين والمؤمنات. الغل أيها المسلم ينبغي أن يكون موجها لمن كفر بالله، لمن صد عن سبيل الله، لمن قطع الطريق الموصلة إلى الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة
وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا هو الضلال المبين، أن يكون الغل للمؤمنين والمؤمنات والمودة والرحمة والشفقة للمشركين والمشركات. أيها المسلمون عباد الله، إن علماءنا رحمهم الله لما رووا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، عدوا الغل للمؤمنين من كبائر الذنوب. يقول ابن حجر الهيثمي رحمه الله في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة الثالثة الغضب بالباطل والحقد والحسد. ثم يقول رحمه الله: لما كانت هذه الثلاثة بينها تلازم وتتابع، إذ الحسد ناتج عن الحقد والحقد ناتج عن الغضب، جعلتها بمنزلة خصلة واحدة، إذ ذم كل يستلزم ذم كل واحد منها، فذم الفرع وفرعه يستلزم ذم الأصل وأصله. هذه كلها من كبائر الذنوب. ما هو الغل أيها المسلمون عباد الله؟ الغل هو الحقد وحمل الضغينة للمسلمين، الحقد وحمل الضغينة للمسلمين، إن آحادا أو مجموعات لا تحمل غلا لمسلم ولا لطائفة من المسلمين. فإن المسلم حتى لو كان عاصيا، حتى لو كان فاسقا، فإنه يبغض بقدر ما فيه من معصية، بقدر ما فيه من فسوق، لكنه لا يبغض بالكلية، لا يكره أبدا. بل عليك أن تحب المسلمين جميعا، برهم وفاجرهم، مطيعهم وعاصيهم، ترجو لهم الهداية، ترجو لهم التوفيق، تدعو لهم بظهر الغيب. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون الإنسان حاقدا على المسلمين، يحمل الغل والبغضاء لهم، فوالله ما هذا بمسلك من يدعو إلى الله، ولا بمسلك من يدل على الله، ولا بمسلك من يتبع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن علماءنا يقولون إن هذا الحقد والغل الذي يوجه للمسلمين إنما هو مركب من ثلاثة عناصر. العنصر الأول كراهية شديدة وبغض عنيف تجاه ذلك المسلم أو أولئك المسلمين. ثانيا رغبة كامنة في الانتقام وإنزال الضرر بهؤلاء المسلمين. ثم ثالثا ما زال ذلك العنصران يتفاعلان في قرارة النفس ويسكنان في القلب، تغذيهما الأوهام والهواجس واسترجاعات لمشاهد سابقة، بما يفضي إلى فعل عنيف قد يفضي إلى القتل والعياذ بالله، قد يفضي إلى إراقة الدم المعصوم، مثل ما فعل ابن آدم الأول بأخيه. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. يقول ابن كثير رحمه الله:
يحكي ربنا جل جلاله هذه القصة مبينا عاقبة الحقد والغل وما ينتج عن هذين الدائين من الفعل المحرم. قتل ابن آدم أخاه وحمل أوزار كل قتل بباطل يقع إلى يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مقتول يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه، وذلك أنه كان أول من سن القتل، أول من سن هذه السنة السيئة ابن آدم الأول. كل مقتول يقتل ظلما، كل دم يراق بغير حق إلى يوم القيامة يكون الوزر على ابن آدم الأول، ولا ينقص ذلك من وزر القاتل شيئا. أيها المسلمون عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أبواب الجنة تفتح يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. يقول الله عز وجل: أنظرا هذين حتى يصطلحا، أنظرا هذين حتى يصطلحا. فما بالكم بمن يحمل الشحناء والبغضاء والغلة والحسد والحقد والضغينة تجاه فئام من المؤمنين لا يحصيهم إلا الله، وفيهم أولياء الله الصالحون وعباده المقربون الصادعون بالحق المبينون للهدى الداعون إلى الله عز وجل، لا شك أن هذا هو الضلال المبين. يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله: والحقد يتضمن ثمانية أمور كلها بغيض إلى الله عز وجل. أولها أن يحسد الحاقد المحقود بأن يرغب في زوال كل نعمة أنعم الله بها عليه، كل نعمة يراها على ذلك الذي يحقد عليه فإنه يرجو ويتمنى بأن تزول تلك النعمة وأن تذهب عنه. ثم ثانيا أن يتعدى الحسد إلى الشماتة بالمكروه الذي يصيبه. كثير من هؤلاء لو سمع بأن فلانا من المسلمين قد نزلت به مصيبة أو أصابته جائحة أو أصابه نقص في نفسه أو ماله أو ولده أو نزل به شيء من قدر الله، فإنه يفرح ويسر، يفرق يديه طربا، ويظن أن ذلك إنما من كرامته هو على الله أنه أنزل ذلك بمن يحقد عليه. ثم ثالثا يتعدى ذلك إلى أن يذكره بالسوء ويتكلم عنه بما لا يحل من الغيبة والكذب والبهتان والنميمة وإفشاء السر وهتك الستر إلى غير ذلك من المصائب. رابعا أن يحاكيه استهزاء به وسخرية منه. ثم خامسا أن يهجره ويدابره لا يلقي عليه السلام، ولو سلم عليه فلا يرد السلام، وهذا والله موجود في دنيا الناس اليوم من ناس يزعمون أنهم يدعون إلى الله، الواحد منهم يبخل بالسلام على أخيه المسلم، ولو سلم عليه الآخر فإنه لا يرد عليه السلام لأنه يراه مبتدعا أو لأنه يراه فاسقا أو لأنه يراه مخالفا لما هو عليه إلى غير ذلك من الحجج الإبليسية التي يلقيها الشيطان. ثم سادسا أن يعرض عنه رغم كونه أصغر منه سنا أو أدنى منه حالا أو أقل منه علما، إلا أنه يعرض عنه استصرارا له وكبرا وتيها عياذا بالله
هذا كله يحصل. ثم سابعا أن يحاول الاعتداء عليه بأي سبيل من السبل، إما بالوشاية به أو بترويج الإفك عنه أو بإيصال الضر له. ثم ثامنا عياذا بالله أن يمنع عنه ما وجب له فلا يصل رحمه إن كان من أرحامه، لا يرد إليه ماله إن كان مدينا له، لا يرد إليه مظلمته إن كان قد ظلمه في مال أو عرض أو دم أو غير ذلك، لا يرى له حقا البتة. ولا شك أن ذلك هو الإفلاس. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج قال للصحابة: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم. ومع ذلك أخبر بأنهم مارقون من الدين، وأنهم كلاب أهل النار، وأن الله عز وجل قد غضب عليهم ولعنهم رغم كثرة صلاتهم كثرة قراءتهم. فلا يظنن ظان أن طول لحية ستشفع له عند الله، ولا أن فصاحة كلام ستشفع له عند الله، ولا أن شقشقة بالألفاظ وتمسحا بالسلف سيشفع له عند الله، بل الفائز حقا من سلم المسلمون من لسانه ويده، الفائز حقا من هجر ما نهى الله عنه، الفائز حقا من عظم حرمات المسلمين لقي الله عز وجل وهو غير مطالب بمظلمة في دم أو عرض أو مال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. اللهم سلمنا وسلم الناس منا، اللهم سلمنا وسلم الناس منا، اللهم سلمنا وسلم الناس منا. اللهم اجعل قلوبنا سليمة للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فمن الآفات العظيمة التي ينبغي للمسلم اجتنابها وهي ناتجة من ذلك الغل آفة الحسد، التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحسد الذي يقلق البال ويقض المضجع ويتلف الأعصاب، تجد الحسود الحقود في حزن دائم ونفس لازم وعبرة لا تنقطع، تجده دائما ساخطا على الله عز وجل، يرى كل نعمة
أنعم بها على عبد من عباده أنه أحق بها وأجدر، وأن ذلك المنعم عليه لا يستحقها. هذا الحسد أيها المسلمون عباد الله هو الذي حمل اليهود على أن يكفروا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا جل جلاله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والناس محمد صلى الله عليه وسلم، وحملهم ذلك على أن يحاولوا إضلال المسلمين وإيقاعهم في الشر، كما قال ربنا جل جلاله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، حسدا من عند أنفسهم، مثل ما يفعل يهود اليوم وصليبي اليوم حين يحاولون حمل المسلمين حملا على أن يسيروا حذوهم، يحسدون المسلمين على أن الأسرة عندهم ما زالت متماسكة، وأن الحياء لا يزال غالبا، وأن الحلال لا يزال حلالا والحرام حراما. القوم ما عادوا يميزون حلالا من حرام، ولا حقا من باطل، ولا معروفا من منكر، صاروا يعيشون بغير دين، ولذلك يريدون للمسلمين أن يصيروا كما صاروا. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إياكم والحسنات، إياكم والحسد، فإن الحسد نار تتأجج في قلب هذا الحسود، كما قال القائل: اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. هذا الحسود يحترق بالليل والنهار، لأنه يرى أن نعمة الله قد ضاقت عنه، وأنها قد أصابت غيره وقد أخطأته، فيعترض على الله عز وجل في قدره، يبارز الله عز وجل بالمعاصي حين يعمد إلى الكلام في المحسود بما لا يحل له أن يتكلم به، حين يعمد إلى محاولة إيقاع الضرر به. ويا من ابتليت بالحسد من أرحامك أو من جيرانك أو من زملائك، اتق الله عز وجل، ولا تقابل المنكر بمنكر، لا تقابل المنكر بمنكر ولا الشر بالشر، وتذكر قول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. واعلم بأن الحسد لا يغير من قدر الله شيئا، إن يحسدوني فإني غير لائمهم، غيري من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا. لا تنقم على هذا الذي يحسدك، على هذا الذي يضمر الشر لك، على هذا الذي قد كمن العداوة والبغضاء تجاهك. لا تقابل سوءه بسوء، ولا شره بشر، ولا منكره بمنكر، بل ادفع بالتي هي أحسن. قدوتك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان أوسع الناس صدرا، وأعظم الناس صبرا، وأكثرهم حلما، وأحسنهم فعلا، صلوات ربي وسلامه عليه، حتى زكاه قول ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا لأعدائك، نحب بحبك من أطاعك من خلقك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد، يعز فيه وليك، ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته،
ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا داعيا إلى هداك إلا وفقته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وأيدينا من الخير، وجوارحنا من الطاعة، وأعنا على أمر ديننا ودنيانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة. كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. Ha 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 ha